بسم الله الرحمن الرحيم، اخواني واحبابي، انا اليوم حصل لي موقف الحمد لله يعني فرحني، وفي نفس الوقت بقول يا رب هذا القرب اللي احنا فيه يتزال من عندنا. واحده صديقه المدام ديالي متجوزه مصري، بصراحه جت اليوم خبطت على الباب وجابت لنا شويه حاجات. بصراحه انا ما كانش في بالي حاجه زي كده خالص، واول مره يحصل لي هذا الموقف، وطبعا مشكورهم بزاف، ونقول يعني لسه الناس فيها خير. وطبعا انا فعلا يوم ما اتكلمت قلت المغاربه اهل الكرم، فعلا هذا الكرم ديال المغاربه. وتعالوا اتفرجوا وشوفهم جابت لنا ايه اليوم، حاجه بصراحه يعني ماكش كتبكي. يعني جابت لنا هذا الزيت، هذا شي زيت هذاك ديال الاواني، هذا اواني، اواني، واتاي هذا الشاي، وجابت لنا الحمص، وجابت لنا الفاصوليا، والروز، وجابت لنا العدس، كتر خيرها، ماشي، وجابت لنا هذا الكوفتير بصراحة كتر خيرها، وهذا الطماطم، المطيشة، المطيشة المطحونة يعني، وهذا هذا ايش هذا؟ هذا دقيق، دقيق الحلوى، ودي الفورس، فورس، ومكرونة، والسكر بصراحة كتر خيرها، بجانب كمان ان هي والزبدة، علبة، وهذا علبة الزبدة كمان صحيح. وصراحة تشكر بزاف 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 أختنا، كان شكرا أخت خديجة، الله يخليها أخت خديجة، متجوزة هي برضو مصري، مصري، شكرا عليها. هي مسكينة مرضاش صراحة تصور معانا، قالت لك لا أنا هادشي يعني في سبيل الله وماشي منيتو عليكم، ولكن أبو أحمد يعني بغى يصور، بغى أنا بديت أشكرها يعني أشكرها بس أشكرها وبغى يوري للناس يعني الناس اللي عندهم، وهي زعما يعني هي من عادية، ماشي وحدة اللي لاباس عليها، ويعني مرأة عادية ماشي يعني ما يصورك بزاف ولا هادي، الحمد لله. بغى يبين الناس بانهم الناس اللي عندهم يعاونوا الناس اللي ما عندهمش، يعني الحمد لله. الناس يتكاتفوا مع بعض ويتعاونوا مع بعض بصراحه. تشكر بزاف بزاف، تشكر الله يخليها، عطاها صحيحتها. بجانب الحاجه هادي قالت لنا مسكينه، هادي برضه فلوس، هذا 500 درهم مسكينه، قالت لك باش تعاونوا بيهم، كتر خيرها بصراحه. انا يعني بصراحه موقف اول مره يحصل لي، سعيد بك والله صراحه، الموقف هذا اول مره يحصل لي، وبصراحة يعني بقول يا رب يفكنا من هذا القرب يا رب، وإن شاء الله نعوضها لها ونردها لها في ساعة الخير يا رب، إن شاء الله الله يحفظها أخت خديجة، الله يخليها، شكرا. ونور طبعا المغاربة وأهل الكرم فعلا، والكلام اللي أنا قلته في الأول هو فعلا الكلام الصح، يعني الحمد لله لسه موجود أهوت قدامكم بعينيكم تشوفوه، يعني أنا ما كنتش بتكلم كلام من فراغ، فعلا هذا الكلام أهوت يعني حاجة من غير ما سبحان الله، هي عيطت علينا في التليفون وقالت لنا انا جاي لكم، وجاية مسكينة هازة والحمد لله، هازة الحاجة وجاية، الله يكثر خيرها أخت خديجة، الله يعطيها صحيحتها ويعطيها منوية في خاطرها يا رب. ونتمنى من المغاربة يكونوا والمصريين وجميع الناس يكونوا متكاتفين ومتعاونين مع بعض، الناس اللي عندهم يعاونوا الناس اللي ما عندهمش، الحمد لله الحمد لله. ونشكركم بزاف بزاف، ونشكرها هي الخاص، نشكرها ان هي على الحاجه هذه، وان شاء الله نقول نرضى في ساعه الخير ان شاء الله، ونشكركم ونتمنوا يعني الناس كل شيء يعني الاخوه المسلمين محتاج يعاونوا، يعني الانسان اللي عندهم يعاون الناس اللي ما عندهمش، الانسان يقلب على اللي عند اللي ما عندوش. ونشكر طبعا كل متابعينا وكل مشتركينا، ونشكركم بزاف بزاف بزاف، وانتظروني على يوميات مصر في المغرب. كل شكر الاخت خديجه، الله يخليها ويعطيها صحيحتها يا رب، يسر في الكويت، نشكره بزاف، واخ مصطفى الله يسهل عليه، يسهل يا رب، رفعنا هذا البلاء يا رب، شكرا شكرا لهم بزاف. ومسكينه غتخرج عطاتني 500 درهم، قالت لك كيفاش تعاوني راسك، ومسكينه كتقول لي اي حاجه بغيتيها اتصلي بيا، الله يكثر خيرها. وهي مسكينه على قد يعني حتى هي الناس على قد الحال، ماشي يعني الناس الفاق صراحه، الناس اللي ما عندهمش كيحسوا بالناس اللي ما عندهمش صراحه، الحمد لله وصافي على كل حال. وانتظرونا على يوميات مصر في المغرب ان شاء الله، وشكرا لكم بزاف، ونتمنى ان الناس كلها تكون متعاونه مع بعض، ويكون والرسول عليه الصلاه والسلام قال يعني حديث ما معناه ان لازم يكون المسلم اخو المسلم كالبنيان المرصوص، يكون يعني يكونوا اخ يعني يكونوا متكتفين زي يعني يكونوا جسد واحد، يكونوا جسد واحد. بصراحة أنا عمري ما ننسى هذا الموقف، يعني الإنسان فاش كيكون في الحزة وما خدامش، وواحد آخر كيجي عندك ويدق بابك ويجيب لك يعني شي حاجة كبيرة بزاف، صراحة حسيت بواحد شي حاجة فرحتني،
يعني الحمد لله، يعني الله يكثر خير هادشي اللي غنقولو، الله يجعلها لها في ميزان مقبول يا رب. الله يخليك اختي. وهذا الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني على يوميات مصر في المغرب.